نظم الأساتذة المتدربون بمركز بودير ومركز المسيرة بوجدة مسيرة احتجاجية انتهت إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أين وقفوا مرددين احتجاجات مطلبية مضادة للمرسومين الصادرين عن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر يتعلقان بالخفض من القيمة المالية للمنحة ثم الفصل بين التكوين والتوظيف. جريدة وجدة نيوز إلى جانب جريدة الأحداث المغربية واكبت الحدث الاحتجاجي وتقدم التقرير المصور التالي، تابعوا. من داخل التنسيقية الوطنية سارة الأساتذة المتدربين، تأتي هذه الحلاقية ختاما لمشاريع نضالية قام بها مركز حي بودير ومركز حي المسيرة، يعني رافضين كل الرفض، يعني ونابذين كل النبذ، هذين المرسومين الجاثمين على رقابنا واللذين يفصلين بيننا
وبين الوظيفة العمومية. فالمرسوم الأول رقم 215-585، والمرسوم الثاني 215-589. في الأول يعني متعلق بتقسيم المنحة، والمرسوم الثاني المتعلق يعني بفصل التكوين عن التوظيف. والله إنها مهزلة يعني تتخبط فيها الوزارة الوصية على هذا القطاع بدون إشراك للفاعلين في هذا المجال. ونحن بعد التواصل مع السادة الأساتذة يعني المشرفين على التكوين قالوا بأنهم لم يتم إشراكهم في هذا المشروع، أي يعني كان وفرض علينا بالعقلية الفرعونية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا تتعامل الوزارة الوصية مع القيادة العلمية للمجتمع. نحن باعتبارنا أساتذة متدربين فنحن قيادة علمية للمجتمع، نحن هم القيادة العلمية للمجتمع، يعني بازدهارنا وبرقينا يزدهر ويرقى المجتمع، وبتدهورنا يعني فالمجتمع يتدهور. ولا لا ونقول لا، ولا لا ونقول لا، ولا لا ونقول لا، ولا لا ونقول لا، ولا المرسوم نقول لا، ولا المرسوم نقول لا، ولا الإحسان نقول لا، ولا الإحسان نقول لا، ولا التهميش نقول لا، ولا التهميش نقول لا، والشغب ماشي يعني، والشغب ماشي يعني، والشغب ماشي يعني، والشغب ماشي يعني، والفوضى ماشي يعني، والفوضى نحن جئنا إلى هنا باعتبارنا يعني والغاية الوحيدة ديالنا هو أننا أتينا لنتكون، لم نأتي للنضال بالبت والمطلق، ولم نأتي لي يعني صرف أوقاتنا في هذه الأشكال النضالية. فهمنا الوحيد والأوحد والغاية الكبرى التي أتينا من أجلها فهي التكوين في أفاق يعني العملية التعليمية التعلمية لا تنتهي في هذا الحد. ولكن هذه الأشكال فرضت علينا، يعني فرضت علينا ليس حبا فيها، كل شيء هنا جاي الغاية الوحيدة دياله هي الدراسة، هي التكوين، هي تحصيل العلم لا أقل ولا أكثر. أنا جاي للغاية الوحيدة والأساس اللي جينا هنا راه هي باش تكونوا في أفق يعني الوظيفة، وإلا فما غاية هذا الحرق؟ الغاية الوحيدة ديالنا هي تحصيل العلم حتى لا يحسب جاهل أننا أتينا يعني لخلق الفوضى أو غيرها، لا لم نأتي لأجل هذا، ولكن غايتنا هي التكوين وتحصيل العلم في أفق إن شاء الله الوظيفة. ولكن كيجيو هاد المرسومين هادو وكيفرضوا لنا الوقوف في الشمس هكذا، وكيفرضوا على طالبات وأستاذات الوقوف في الشمس وتكبد على ماشي 3 كيلومترات. من يعشق هذا الحال؟ شكون اللي بغى هذه الحالة السادة الأساسية؟ شكون اللي بغى نبقاو واقفين في الشمس هنا؟ يعني حتى تعلم الجهات المعنية أن الغاية الوحيدة ديالنا هي التكوين، ماشي هادشي. راه ما درناش هاد الحلقة حبا فيها، ولا حيت كنعشقوا هادشي، لا. ما كرناش حنا دابا نكونوا كنتغداو باش نمشيو مع الجوج نقراو ولا 3، لا، هادشي اللي بغينا. وإن هاد المرسومين هادو كيجيو في هاد الظرفية ضربا في الأستاذ وضربا في الذات ولا في الأسرة التعليمية. لا، شنو هي الغاية ديال هادشي؟ شنو هي الغاية ديال هاد المرسومان؟ وهي السادة الأساتذة
تقديم أستاذ متدرب على طبق من ذهب للمدارس الخصوصية. كيصوبوا أستاذ متدرب بالشهادة ديالو ويقدموا على طبق من ذهب وتيقولوا للمدرسة الخصوصية أستاذ. وكتولي كتخدم 8 السوايع في النهار من 8 ل 12 جوج 6. الساده الاساتذه اللي خدموا مع الناس ديال الخصوصه 1000 درهم و 8 السوايع في النهار. وراك استاذ يعني السياسه ديال هذه الوزاره الوصيه على هذا القطاع هو انها خصصت في التعليم. غتكون لك 10000 استاذ دابا ما تهز 4000 اياه 3000 راه وجدت هذه الخصصه اولا تهز 6000 راه 4000 مشات للخصصه. العام الجاي تقول كاسي انا باغي غير 1000. العام الاخر تقول باغي 500. العام الاخر راه كلشي في الخصصه والتعاقد. يعني كنحيي الاستاذ اللي طرح هذا القطاع. غتولي بشهاده تبغي تسود الدرس يقول سمع يا خويا كونتر سمع يا عم خدم الله عاوننا ما عاونك. إما نشدو معاك الكونترا وإلا الله يعاون لها. والمراسم المشفوهة المصيدة يرفضوها. 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 تحية جميع السادة الأساتذة والأستاذات. ربما رحنا شدنا الموقف وعبرنا على الرفض المطلق ديالنا لهاد المرسومين هاد. يعني راه السادة الأساتذة على حد العلم ديالي راه ما غادي يكون تكوين ما غادي تكون قرية حتى يهزوا علينا هاد المرسومين هادو الجاثمين على الوحدة والتضامن. الاساتذه النقطه الاخيره التي نقسم بها على اساس غادي يدخل المنسق نتاع المركز ديال حي المسيره قريب نقول الكلمه ديالو هو اننا لا نفصل في مقاطعتنا الشامله الشق النظري والشق العملي. ساره راه الشق العملي هو الشق النظري، فبالتالي لا مجال الواحد غادي يمشي يتدرب في شي مؤسسه. يعني المقاطعه الشامله قضيه نكون أو لا نكون. لا سلام لا استسلام مع رجاء إلى الأمام. 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 يعني حتى لا نكون نشازا جميع المواقع في ربع الوطن، يعني كل المواقع أو جلها فإنها داخلة في مقاطعة شاملة للتكوين بشقه النظري والشق العملي. يعني لا نكون أي فرد لا يكون حالة نشاز وسط خوت الأساتذة. داك الشيء اللي جات به التنسيقية الوطنية وهنا تكمن القوة. القوة كل القوة تكمن في التنسيق الوطني
فلا نكون أو لا تكوني نشازا وسط خوتك. المعبرين على نضالهم الحضري والسلمي واحتجاجهم ضد المرسومين المشؤومين في وجه الوزارة. تحية العلم والمعرفة لكافة الأساتذة، لأننا نحن الذين حملنا لواء العلم والمعرفة، ونحن الذين انتسبنا بالصفة الثقافية. نحن أيها الطلاب والأساتذة والأستاذات، أن نحن هما الحلقة القوية في المجتمع. سارة نحن هما الحلقة القوية في المجتمع، ولكن للأسف من داخل دولة لا ديمقراطية لا مسؤولة التي لا تهتم بشعبها وبطبقتها الكادحة، تسيطر عليها بسيطرة القبضة الحديدية. تحية النظام، تحية الخزي والعار لكل من أراد الضرب في النظرات ديال الطلاب والطالب الأساتذة والأستاذات. أستاذ في كل مكان كرامته ما تنهان. الأستاذ اللي قبل مني الممثل ديال المركز بودير أعطى مجموعة من المعطيات اللي هي كافية، ولكن لا بد أن نضيف مجموعة من الأمور. أن جميع المراكز تعبر عن رفضها بالبت والمطلق للمرسومين، وهذا إذا دل إنما يدل على وحدة وطنية لجميع المراكز، وهنا تكمن القوة. أيوه سارة خوتي سارة، يعني ماذا؟ المباراة فوتناها وظيفة فرناها. المباراة فوتناها وظيفة شعار. أننا نحن كأساتذة ومن قبل كنا طلبة، والآن سوف تكون صفة أستاذ، سوف ننصفف عن صفة طالب، ولكن نحن لازلنا نحمل ذاك الرسالة العلمية والثقافية وطلب العلم، ولكن كصفة سوف تتحول من صفة طالب جامعي إلى صفة أستاذ بالمراكز متدرب بالمراكز التربية والتكوين المهني والتربية والتكوين كافة المواقع الجامعية. الآن تنسر مع الحكومة من قبل، أشنو كتقول؟ كتقول لا وجود لوظيفة ما بدون مباراة، والكل العالم يعرف بأن احنا وجدنا المراكز بمباراة كتابي وشفوي، وأكثر من ذلك الاتقاء، وأكثر من ذلك راه إجازة مهنية المعظم ديال الطلاب ديال الأساتذة عفوا
الخصاص راه كاينين جلسة الخصاص يعني عنده تجربة بليس أنا راه كاين اللي حاملين إجازة مهنية تاع 10 فطار وهذا وللأسف وللأسف كلهم في خطأ وهذا غادي فناش ديال ماذا ان ترد المراكز لمهنة التربية والتكوين اللي كيرفضوا الاساسي ديال المكونين بطبيعة الحال هذا المخطط كات كاجوبه دير 10000 اطار نجحات لان تكون لا نخبة عاطلة بهذا الفهم يلجون الى المراكز هي بتحصل لهم العصا في الرويضة باش يخرجوا معطل يعني كنت معطل هكذا لنا باقي كتعقلوا المدير ديال مركز التربيه والتكوين شنو قال لنا راكم انتم بيطاليين ونحن نرفض الصفه ديال البيطالي نرفضها بالمطلق ما كاينش شي طالب بيطالي ما كاينش واحد بيطالي تريدون ان ترفقوا الصفه ديال عاطل حنا قلنا طلبه بالجامعه ودزنا في مجموعه من الامور ولكن شكون اللي خلى هذاك بيطالي ولا عاطل على العمل ماشي عاطل على التفكير ولكن عاطل على العمل هو السياسة ديال سميتو عدم ماذا عدم عقلانة تعليم وإصلاح تعليم إصلاح تعليم لا يأتي من الفوق فهو يأتي من الأساس لا يعقل أنك تخلي الأساس هو الأصح وتجي الأستاذ هو الرأس أصلح الابتدائي أصلح الإعدادي والثانوي لأن راه الآن راه كان خصص مهول في الأطار ديال التعليم جميع الأسلاك لا التعليم العالي لا التعليم الثانوي لا الإعدادي لا الابتدائي لا يقال أن التلميذ المغربي اللي بغيت تصلح ماشي حنايا حنا نحن راه مع الإصلاح وكل إصلاح معقول ماشي إصلاح أي إصلاح كيف يعقل تعطيني شهادة تدريس وأنت تقول لي بأنك مستحق أن تكون مدرسا وتقول لي إلى البطالة هذا الضرب في التعليم بحد ذاته أي إصلاح هذا الضرب في التعليم بحد ذاته هذا الضرب أنك ستقول أودي بتصلح التعليم وتعطي الواحد شهادة وما عنده كيفاش يخدم فيها أستاذ يريد إسقاط المصاب أستاذ يريد إسقاط أجدد تحية لكافة الأساتذة الصامدين المعبرين عن مطلبهم اللي بطبيعة الحال مشروع وليس له سند قانوني ما هو إلا مرسوم خرجت به الحكومة نورمال خص يكون ماذا؟ يكون مسودة على الأقل ويكون نقاش مع جميع الفاعلين والمختصين في الأمر ماشي رئيس الحكومة اللي بيعطي إصلاح التعليم فقط ولكن تكون مقاربة تشاركية باش يكون إصلاح جدي وفعال كي لا أطيل أنا أحيي المنابر الإعلامية والكافة نقابة وكل متضامن معنا في احتجاجنا المشروع بطبيعة الحال لتحقيق المطلب وحنا ما ضل ولا سيرجع للوراء ولا للخلف حتى تحقيق المطلب وحنا نحن غاديين في واحد تنسيق وطني اللي هو بطبيعة الحال سوف يشكل قوة في وزارة التربية الوطنية الإصلاحات ديالها الهامشية لا معقولة لا مسؤولة في هذه النقطة وكذلك أحيي النقابات اللي تتضامن معنا أحيي النقابات كافة المتضامن معنا كلا أنسى أحب باختصار هو أن الأساسي ديال بوجير يعني يبقاو يعبرون عن الاحتجاج من داخل بوجير ومن بعد ديال المسيره بشكل اللي مع الثلاثه راه نكونوا في بوجير في المسيره والتنسيق راه كاينه لجنه
التنسيقيه ديال المدير وكاين اللجنه التنسيقيه ديال المسيره. يعني الا كان شي تطورات ولا يعني اشكال اخرى يكونوا فيها بجوج ان شاء الله سوف تبلور مع اللجان وفي خلال الحلقه التقريريه اللي تكون المدير وتكون في المسيره انا ذاك غتوصلوا لشي اتفاق. وللعلم ان راه اللجنه التنسيقيه الوطنيه غتكون على مستوى الغد ان شاء الله الى كتب الله في الرباط وشوف كيفاش غنسقوا نضال يكون وطنيا. اي خطوه نضاليه خديناها غنخوضها وطنيا. الا كنا قدام الاكاديميه تنكونوا قدام الاكاديميه كامل قدام الولايه. يعني اي جهه مسؤوله اللي نقدروا نقصدوها نمشوا عندها يعني يكون داكشي وطني. تحيه نضاليه والفرقه الاعلاميه وتحيه نضاليه اي واحد غادي نتسنى داك التساؤل. غنوجه واحد التحيه عاليه للطلبه ديال كليه الطب والصيدله. القضيه ديالنا قضيه واحده، قضيه التوظيف بدون شروط معقده. وتحيه تربويه للاطر الطبيه كان اخبار غدا ان شاء الله السبت على الساعه الرابعه كاين مجلس وطني تاع التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتدربين بالرباط. غادي يكون مجلس وطني بالرباط. بهذه المناسبه كنحييو التمثيليه تاعنا تاع الجهه الشرقيه اللي غادي تمثلنا في الرباط غدا ان شاء الله في المجلس الوطني. غير كاخبار يعني هذه العشيه تفتح حلقيات نقاشيه على اساس نعطيو التصورات تاع الجهه الشرقيه وغادي يكون بالموازات يعني حلقيه نقاشيه حتى بمركز الناظور من اجل اعطاء توصيات الممثلين تاعنا الثلاث اللي غادي يمثلوا الجهه الشرقيه في الرباط وكنحييوهم عاليا. يا